تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم سنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام سنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام وفاز كل من صلى وصام فجئت يا عيد بالخير والبشرى فأنت لنا اليوم فرحتنا الكبرى فجئت يا عيد بالخير والبشرى فأنت لنا اليوم فرحتنا الكبرى تجمع الأحباب لنصنع الفجرى تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم باتحاد وإخاء وقلوب صادقات ووفاء ليس تمحيه سنون تلتقي أيادنا كل عام بثبات نحو خير نحو مجد المسلمين باتحاد وإخاء وقلوب صادقات ووفاء ليس تمحيه السنون تلتقي أيادنا كل عام بثبات نحو خير نحو مجد المسلمين تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم بسم الله الرحمن الرحيم عشر كيان وحو كبلا بنيا آيادة لباتن يطلبات أو سورة المائدة كميدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغا قصوا ورمي عشر كيان آيده ودن بيهي نبي الله موسى يقول كيسي أهنت نحمرتي أيا إلهي نوغا قصوا ورمي مركي وحاوي نبي الله موسى أو فريقون كيسا دقال كمر إلي ديرين با إلهي نوغا قصوا شاقي او يرادين اديغا يا ربغا غتغا اي لا دغالما نيمانكاس انغو ميشان اي ايدين فدينينا نبي الله موسى مركو كقوساي ايو و هو دحاي ربغيسو و هو كدحاي ربيو انغو ما ملكيسني و دحاي الا نفتي ديا ولالكي هارون موياني انغا اي قولدان فاسقين تا الهو نكرسار ايو دح الهي يا مركاس و هو دحاي اسغو اجيبايا ارلداس مقدسدا اه او غل لا ييري وا لغا خرمي ايو دحاي الهي اني غلان افرتن سنه ayagoo arlada ku wareersan oo tiih ku jira markaas arintaas markay dhacday ayuu xoogaa ka murgay kolkaasa ilaahay wuxuu yiri ha ka tiiraan yoon in buu ilaahay qoonka faasiqiinta waxa ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku xugmiyay ha ka tiiraayoon baa la yiri ayadda inu meeshaan ka gelayno waxaa maaratay aanoogaga bilaabanaya war cusub iyo qiso cusub ayaa halkaan nooga bilaabanaysa waxa ilaahay subxaanahu wa ta'aala nooga waramaya ibnay aadam al-awwal نبي الله آدم لبدي سويل أوغوه ريي أرين دح مرتي أو دعضي با إلهي نوغا ورميا تاسو وحاوي إلهي سبحانه وتعالى أمدي سأو عبراوغا قدقايو قارهان هدانو نهي أمة المحمد وحيا ببضانو علمي هو ماشاس كجرا إنا نفهمنو أو نوكو حساب تنو أيا إلهي سبحانه وتعالى نوغا ورميا مركا هدى وهي كو عطفنتها مركز عامل ومحذوف إلهي قول كيسا وإذا خذ الله ميثاق بني إسرائيل ماشا سي لسعتها ليري قولك وحا وي وحي نغونا إسا عطف قصة على قصة ووحا لقوضها ليري اذكر ما وقع من بني إسرائيل وادل عليهم نبا أبني آدم ساسوك عليك دقنتها ليري مركز هذا إلهي وحوري سبحانه وتعالى وطل أخر يوضى إلهي يا محمد سيدك محمد كاهو وضل أخر أيود إلهي عليهم كركودة وقوم كاغا كدل أخر أيود إلهي نبا أبني آدم آدم لبدي سويل خبر كوذك أخر يود إلهي بالحق حق نمنا أو أخر أيود إلهي إذ وقت قربا أي دواذين قربانا دواشو وفتقبل لغا أقبلي من أحدهما متكود قربان كي لغا أقبلي ولم يتقبل أن لغا أقبلي من الآخر كي كالانتود أن لغا أقبلي قال وحو دا يود إلهي كي أن قربانك لغا أقبلين أو ودا كي قربان كي سلا أقبلي لأقتلنك وان كدلي أو وان كدلي أيوده
كل كاسو داي محادي ديريسا مر كاسو داي آميشا كجرتا قربان كاغا يالا أقبالي كيغانا لما أقبالي قال وحو دايو داي إلهي كيلا يروانكو ديلايا إنما إنك لا تما هنا يتقبل الله الله وأقبالي من المتقين كوا متقين داو الله كبقايا أيا إلهي قربان كاكا أقبالي هلكا مر كي إلهي وكونو غور هما يا تسادي دعضي الدون كان داتك أبوه ريي ووحاوية مركي إلهي نبي الله آدم روابعه كأبوري نسل جيس أبوه ريي عداوذي دحمرتي يا مصيبة دي هلكا اسكاد عضي أرنتا سيسري هذي با إلهي سبحانه وتعالى نوغو رميا أيضو مركاسي أرن عجيب أيته بركاسا نبي قيلنا إلهي وحقوده وضل أخر سيدك محمد كهو عليه موضى إلهي على قوم كالو لجهدا مركا هادا قوم كانوا يهودا آذانو نصارا آذانو مشركين آذانو حتى وحا ويها آذانو مؤمنين انتا صورنا ويسو قليسا نبا ابني آدم موضى إلهي آدم لبدي سويل خبر كودكو آخر يوضى إلهي خبر ابني آدم وي لبدا ويل مركا وحالا ديه جرا ليري هابيل ايا قابيل ايالا ديه جرا مركا قصدو دي ايا وحي كدعي كو آخر بالاقا وضا هابيل وحوا هاي بالي نينك سعيد كا او الليباني او مقتول كا او اللي الدلي ايو هاي بالي بابيل لو حوا هاي شدقا او قاتل كا ايو هاي بالي مركا ايدان ظاهر كادو ولو كينا يا اني اولادي ادم او صلبي سهي ينساس ايان حقيقة هالي وانا اتكينا يا سيدا نو اما دونتو الهي اوليه دونو فبعث الله غرابا اوليه دونو داد بعض العلماء يرهدين أجر أولاد أصول بيسا ما هين بل وحي عن لبن نمو هير بنو إسرائيل لكن قولك أصول ضعيف وي وحين أود لي شنعيان آخر القصة وي قصة آخر كذا إلهي وحوليه دونا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل وي لكن سيده رأي صحيح وي بابير وحال الشيغي أولاد نبي الله آدم مثل أوهر هي أيها عيب عليه هابين لو كنت وحال سنو كدن بيها ليري arintana waxa way markii nabi ilaahi aadam arlada la soo hoobiyay oo arlada la keenay ayay ahayd baa layiri muddada hadarlada uu joogay oo awlaadaanu ay ku dhasheen arintaanu taa ilaaha ku cilmi la 100 sano la sheega dad yiraahdeen waa jiraan ee qaabiil iyo maaratiya walaashiisa waxaa lagu dhalay jannada oo hawo ma aysan arag labadaas waxa way kuma aysan arag baa layiri wax maaratiya waxay haweenku yiraahdaan ولا عم بس مارت يا وحمدة يا دباتكم أي سنة رجب عليه يا دم النفاس أولاد أنت إذا كان تودنا أخلاق أي كل شيء لكن سيدا رأي راجح هو جنة النبي الله آدم أنت وكد كجري وح أولاده ماشى سكود على المشي مرك وحال يري قابيل كوه وكفان جري أو هابيل وكفان جرا ليري أنا وحان أيو ده جرا مركز ولد الجنة عيانا ساس أيو ده جري بالي أدوغنا وحاتاي ابن الأرل آياتاي أنا ابن الجنة عيانا أنا أنا كخير بدن. الحاصل ورك هذي لسوق هو وحي ليري حواء وحي آدم وده شيء بالي لباتن بدني أما سوى حواي لباتن حمل أي ده شيء بالي. هو حواي حمل كسته أما أور كسته وحي ده اللي سالي لجبر يويل أو إسلام من تانا. برك ذكورته وحي هاي لباتن الناس كنا وحواي قبلونا لباتن بيا هايين. markii waxa weeye qaabiil oo dilay haabiil wiilashu way nuqsaaneeno waxay gaareen 19 ay gaareen baaliro gabdhii ka nuqsaaneen ka badiyaa waxa u dhashay baali nabi ilaahi aadam wiilkiisa la yiraa shiis shiis ibn aadam oo nabi ahay macnihiisuna waxa weeye af carabiga hibatullah ayaa laga wadaa markaas wiilashu iyo gabdhii isla ekaadeen baaliro ilaahi markaa wuxuu dhahay subhaanahu wa ta'aala أخربو دهي قون كاغا نبا أبني آدم آدم لبدي سوي الخبر كودك أخري بالحق حق نمرا أو أخري جارو مشهور كان حقوق تعلق مركز وضل داسوي إذ وقت يود إلهي قرب أي قربان تمام